الرياضية المفصلة من الميادين أهلا بكم كارلوس بويول، دافيد تريزيجي، ماركو ماتيراتسي وبول سكولز حطوا رحالهم في لبنان عشية انطلاق المباراة الاستعراضية بين أساطير كرة القدم ولاعبي منتخب لبنان النجوم دخلوا قاعة الشرف في مطار العاصمة بيروت وسط مواكبة أعلامية حاشدة نجم برشلونة السابق كارلوس بويول قال أنه كان يرغب في الاستمرار باللعب مع فريقه لكن الإصابة حرمته ذلك دافيد تريزيجي أكد في حديث مقتضب للميادين أن أجمل أمر حصل في مسيرة هو الفوز بكأس العالم مع منتخب فرنسا هذا وتكتمل التشكيلة غدا مع لويس فيغو وروبرتو كارلوس والحارس يان سليمن تأهل الفيصل إلى نهائي مسابقة درع الأردن بفوزه على غريمه التقليدي الوحد تحت أنظار جماهير الفيصل الكبيرة سجل خليل بني عطية هدف لقاء الوحيد في دقيقة الخمسة والستين الفيصل ضرب موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يجمع اليوم شباب الأردن وسحب اختبار محفوف بالمخاطر سيواجهه باير ميونخ عندما يحل ضيفا على شالكي في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الالماني لكرة القدم. العملاق البافاري سيسعى إلى تأكيد انطلاقته القوية بقيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي، فهو افتتح البطولة بفوز عريض على ضيفه فيردر بريمن بسداسية. بايرن فرض تفوقه على شالكي في المباريات الثمانية الأخيرة بينهما في الدوري، وانتهت مباراتان فقط بالتعادل ويعود الفوز الأخير لنادي الرور إلى عام 2012 الم المباراه ستكون البروفه الاخيره للبايرن قبل بدء مشواره في دوري ابطال اوروبا بمواجهه روستوف الروسي الثلاثاء المقبل لا يدخل أي لاعب جديد إلى ريال وأتلتيكو مدريد لموسمين من التعاقد بعدما فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم العقوبة على قطبي العاصمة الإسبانية الفيفا كان حازما بقراره على الناديين وبمنعه الناديين من التعاقد مع أي لاعب محلي أو أجنبي حتى عام 2018 الطرفان رفضا العقوبة وسيستأنفان أمام محكمة التحكيم الرياضي في غضون خمسة أيام النادي الملكي متهم بانتهاك القانون عبر توقيعه مع 51 قاصرا فيما ارتفع العدد مع اتلتيكو الى 183 وثمانين. يذكر ان نادي برشلونه حصل على نصيبه من العقوبه نفسها عام 2015 احتفل سيرخيو راموس بمرور 11 عاما على توقيعه مع ريال مدريد ليعود بالذاكره الى الوراء حين دخل ملعب سانتياغو برنابيو للمره الاولى. نجم الملكي يفتقد اسطوره النادي الفريدو دي ستيفانو حين كان واقفا الى جانب الرئيس فلورنتينو باريث يوم توقيعه العقد في عام 2005 دفع الريال 27 مليون يورو لنادي اشبيليا للحصول على خدماته. راموس تمنى ان ينهي مسيرته الاحترافيه داخل اروقه بطل اوروبا. حتى وهو معصوب العينين يصل ليون المسي إلى الشباك اللاعب الأرجنتيني شارك مع بعض من زملائه في لعبة ركلات الجزاء بمواجهة منتخب أسبانيا لذوي الاحتياجات الخاصة الذي سيشارك في الألعاب البارالمبية فريق برشلونة كان له ثلاث محاولات وكان ميسي الوحيد الذي نجح في التسجيل لتنتهي المنافسة بين الطرفين بالتعادل بهدف لمثله بعد مرور نحو أسبوع على إقفال باب الانتقالات الصيفية وما رافقها من ردود فعل على أبرز صفقات الأندية الكبرى، ثمة مجموعة من أغرب صفقات لفتت الأنظار لحيثيتها. محمد جرادي يطلعنا على أبرزها، تفضل محمد. السلام عليكم في من شغل العالم الكروي بأبرز صفقات الأندية الكبرى هذا الصيف إلا أن صفقات هامشية لفتت الأنظار بحكم نجومية أصحابها الغني كيفن برينس بواتينغ غادر ميلان الإيطالي إلى لاس بالماس الإسباني مجانا بعد موسمين مخيبين في شالك الألماني وفترة محبطة مؤخرا في ميلا ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن قيمة بواتينغ السوقية انخفضت بمقدار 22 مليون يورو منذ العام 2000 و البرازيلي هالك بحث مجددا عن المال مقابل الانتماء الى ناد عريق نجم الدولي البرازيلي غادر الزنة الروسي الى شانغاي ايست في صفقه تاريخيه مقابل 60 مليون دولار اضافه الى مكافئات في حال احرازه اكثر من 15 هدفا وبراتب سنوي يقدر ب 12 مليون ونصف المليون دولار بعد اقتطاع الضرائب مواطنه ألكسندر بات وقضع قدما له في فياريال بحثا عن استعادة بريق فقده فبعدما استعاد عافيته في البطولة البرازيلية العام الفائت استعاره تشيلسي مطلع العام الحالي لكنه لعب لدقائق معدودة وسجل هدفا يتيما فقط انتقل من كورينثينز إلى المدريغال مقابل ثلاثة ملايين يورو وخاض حتى الآن أربع مباريات مع هدف واحد قبل أن يصاب خلال مباراة إشبيليا في الجولة الثانية من الليغا الإسبانية رحلة البحث عن الذات تتواصل مع رافاييل فاندرفارت فالرحالة الهولندي بعمر 33 عاما انتقل من ريال بيتيز الاسباني الى ميتلاند الدنماركي في صفقة حيرت الكثيرين حول الجدوى منها بعيدا عن الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى. أما الإيطالي جراتزيانو بيلي فشكل انتقاله مفاجأة مدوية من ساوثامبتون الإنجليزي إلى شاندونغ الصيني تألقه مع ساوثامبتون وبعدها في اليورو تحت إشراف كونتي رفع من أسهمه صينيا فانطلق بقوة في شرق آسيا مسجلا ثلاثة أهداف من ست مباريات لا تبرد حرارة الانتقالات عند حد اللاعبين فالمدربين لهم أيضا سوقهم المشتعل التشيلياني مانويل بالغريني لحق بركب مسافرين إلى بلاد التنين ابن الاثنين 62 عاما غادر مان سيتي الإنجليزي إلى هيبي فورتشن للإشراف على كتيبة يتقدمها إزيكيال لافيتزي وجيرفينيو وستيفان مبيا لكن المفاجأة تبقى مع ما حصل لأكسل فيتسل اللاعب البلجيكي رفض عرض أفرتون الإنجليزي وعاند للتوقيع مع يوفنتوس الإيطالي خاض الفحوص الطبية قبل ساعات من إقفال باب الانتقالات ووافق يوفي على ضمه ليفاجئه فريقه زينت برفض عرض السيدة العجوز فعاد من تورينو خائبا وكله أمل بالانتقال في السوق الشتوية شكرا لك محمد أكبر مفاجأة بطولة أمريكا المفتوحة فجرتها التشيكية كارولينا بليسكوفا بفوزها على الأمريكية سيرينا ويليامز وتأهلها إلى النهائي ساعة واحدة وعشرون دقيقة فقط كانت كافية للمصنف العاشرة عالميا لتتغلب على الدبابة الأمريكية بمجموعتين وتحرمها الفوز باللقب للمرة السابعة وبعد تصدرها التصنيف العالمي 186 أسبوعا ستتخلى رينا عن صدارة التصنيف العالمي للألمانية أنجليك كاربر التي تأهلت إلى النهائي بفوزها على الدنماركية كارولين وزنياكي بمجموعتين من دون مقابل المواجهة الأحادية في كرة السلة بين لاعبين فقط تنتشر بسرعة فائقة في مختلف الدول إلى حين تنظيم بطولة دولية بين مختلف لاعبي العالم، لبنان حجز بطاقة التأهل إلى صربيا مستضيفة الحدث عبر لاعب فريق الحكمة جورج دعبول، تقرير يلقي الضوء. سيكون محبو كرة السلة العالمية على موعد مع بطولة من نوع آخر وهي التحدي بين لاعبين وجها لوجه ستستضيفها العاصمة الصربية بلغراد. في لبنان جمعت المنافسة بين 64 لاعبا من مختلف الأعمار لتنتهي بتتويج لاعب فريق الحكمة جورج إيف دعبول باللقب ضاربا موعدا في صربيا في السابع عشر من الشهر الحالي لملاقات أهم اللاعبين لكن كيف شق طريقه للوصول إلى الحدث العالمي في ستيج يعني كان في 64 لاعب الحمد أه لله ربحت يعني هي كان جيمين بس ربحتهم اثنيناتهم وتأهلنا على فاينل ستيج بيكون في 16 واحد بس اقوى 16 واحد يعني وكلهم لعيبه درجه اولى ودرجه ثانيه يعني ما في ما في ايزي جيمز يعني صحيح ان هذه المنافسه مدرجه في رياضه كره السله لكن قواعد اللعب مختلفه كليا عن المباراه التي يتواجه فيها خمسه لاعبين من كل فريق الجيم غير غير عن كل شيء غير يعني غير عن 5 5 3 on 3 ما خصو بشيء يعني بتلعب 5 minutes الوقت ماشي ما بيوقف وعندك 5 فاولز بتطلع لبره بتخسر الجيم اذا تعمل 5 فاولز تكنيكال فاول بتخسر الجيم يعني بدك تلعب على الوقت على التعب وعندك شوت كلوك uh, 12 seconds 100% لاعب نادي الحكمه بيروت يعرف تماما ان المنافسه لن تكون سهله في ظل الحديث عن لاعبين مميزين سيشاركون في نسخه هذا العام اتوا من اكثر من عشرين دوله اول مره انا بربحها. ما بعرف شو مطرني هناك صراحه بس رايح محضر حالي منيح يعني، سامع كذا اسم يعني مهمين يعني مثل روميو هذا تبع الفلبين، كان يلعب مع المنتخب تبع الفلبين. الجمهور اللبناني يتساءل كيف ان لاعبا واعدا جلس على مقاعد البدلاء طيله الوقت مع فريقه الحكمه الموسم الماضي، وها هو سيشارك في حدث استثنائي. يعني انا صراحه هديك السنه ما اخذت كثير تشانس، عرفت؟ مثل ما بتعرف، يعني ما لعبت كثير وقت، السنه بدي بدي تشانس اكثر من هيك، على العب يعني بتصور انا برايي انه بستاهل العب اكثر من هيك. التوقيع مع فريق جديد او التجديد لعقده مع النادي الاخضر، تركه جورج ايف دعبول الى حين العوده من صربيا بهدف التركيز على الاستحقاق المقبل، لكنه لمح الى بحثه عن عرض يحترم موهبته المميزه. فادي الديب حكايه لاعب من غزه يحلم بالعالميه وسط ظروف غايه في الصعوبه، ابن القطاع المحاصر فضل تمثيل وطنه الام وتجاهل كل الاغراءات الماديه والمعيشيه التي اتيحت لجذبه احمد غانم والتفاصيل في طريقه نحو الحلم يسعى بلا كلل او ملل، يستغل كل وقته وطاقته في التدريب والمنافسه. اللاعب الدولي فادي الديب رفض عرضا للعب ضمن صفوف المنتخب الالماني لذوي الاعاقه في مقابل حصوله على الجنسيه وعلى راتب سنوي يقدر بربع مليون دولار، رفض لم يدفع فادي الى الندم على الرغم من ظروفه الصعبه وسوء اوضاع الرياضه في غزه. الفكره كانت عندي بالرفض مش لانه هو مبلغ مغري يعني لاي شاب في هذا في هذا العمر ونظرا لما تعاني غزه من صعوبات واغلاقات وحصار كان مبلغ مغري لكن بالنسبه لي انا رفضت لانه ما كانش طموحي العب باسم اي منتخب اخر غير منتخب فلسطين لو العرض كان من اي نادي كان يختلف لانه لا لا يسقط حقي بتمثيل منتخب فلسطين في العاب القوى المصنف الدولي فادي الديب حاصل على ثلاث ميداليات فضيه وميداليتين برونزيتين في العاب القوى دوليا، كما انه حقق رقمين تأهيليين لاولمبياد لندن عام 2012، وهو افضل لاعب كره سله للكراسي المتحركه وفقا لاتحاد العاب القوى في غزه، انجازات كبيره لم تغير حياه فادي الذي يسعى الان الى استغلال الفرصه المقبله بكل الاثمان. لما بتنظر انه وضعك الحالي وعدم مبيك بيك على مستوى الصعيد المحلي سواء كانت من وزارات او 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 مسؤولين او قائمين على الرياضه الفلسطينيه هذا امر يعني بحس بالنفس وبيعطيك احباط رياضه الزاويه الاحتياجات الخاصه رياضه مهمشه في قطاع غزه يعني على الرغم انه موجود في انديه وفي لاعبين كو يعني كويسين واحنا رسالتنا للعالم كرياضيين يعني حابين نعيش زينا زي بقيه الناس يعني زي بقيه الرياضيين اللي عايشين برا انه اي رياضي موجود هنا ويكون عنده الامكانيه انه يحترف برا تكون الفرصه هذه متاحه له واقع رياضة ذوي الإعاقة في غزة صعب جدا وما يزيده صعوبة ندرة الفرص أمام اللاعبين ولا في ظل الحصار الذي تتحطم على صخرته كل أحلامهم بالاحتراف والعالمية ويسعى فادي إلى تحقيق حلمه بإكمال مسيرته الرياضية الاحترافية مع أحد الأندية الدولية، ليس هربا من واقع الرياضة الصعب الذي تحياه غزة، بل طمعا في أن يعود إليها حاملا مزيدا من الخبرات التي ستسهم كما يقول في رفع مستوى الرياضة الفلسطينية إلى الأفضل. أحمد غنم غزة الميادين. مع هذا الخبر نختم الرياضية المفصلة للمزيد الميادين دوت نت والميادين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء